لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. فقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم أهل القرآن، هم أهل الله وخصته. وأحاديث كثيرة تنص على مكانة القرآن ومكانة من يقرأ القرآن وفضل من يقرأ القرآن ويعلمه للناس. الشيخ صاحب الله سبحانه وتعالى أحسن في سلسلة صلى الله عليه وسلم and then he mentioned two hadith of Allah blessing them. The first one, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that the best of you are those who learn the Quran and then they teach it to others. And he also mentioned the hadith in which the Prophet sallallahu alayhi wa sallam says that Allah subhanahu wa ta'ala has special people that he has selected. When the Messenger of Allah was asked, who are they, the Messenger of Allah? The Prophet sallallahu alayhi wa sallam replied, they are the people of Quran, they are the people of Allah and his special chosen ones. And he mentioned that there's many hadith and ayat which show us the virtue of the Quran and learning the Quran and teaching it. وقال صلى الله عليه وسلم فيما صح عند مسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صلى الله عليه وسلم مسلم mentioned recite the Quran for it will come as an intercessor for you on the day of judgment. وفي الحديث الآخر: من حفظ القرآن أو من قرأ القرآن ألبس والداه تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم. Prophet صلى الله عليه وسلم also mentioned that person who memorizes the Quran, their parents will be adorned with a crown whose light is very, very illuminating. فيقولان بما كسينا، يعني لماذا كسينا هذا التاج؟ So the parents will say, Oh Allah, why have you been giving this crown? فيقال لهما بأخذ ولدكما القرآن. فما ظنكم بالذي عمل به، أي اللي هو الحافظ نفسه. So what do you think about the reward for the actual person who memorizes the Quran? أقول لكم هذا تقدمة وبيانا لما يقدم عليه الإخوة الكرام القائمين على معهد الهداية والذي سيقومون بافتتاحه أو بتوسيعه قريبا لأجل خدمة أبنائكم أولادكم بنين والبنات من أجل أن ينضموا لهذا المعهد ويحفظوا القرآن الكريم. The Sheikh mentions this as a prelude to the work that the brothers here are going to be starting with the opening and establishment of the ma'had for the memorization of the Quran to serve the children of your children, the children of our community to memorize the Book of Allah, both boys and girls. عندما تقوم بتعليم ولدك أو ابنتك القرآن الكريم كل ما يتعلمه هو في ميزان حسناتك. واعلم أن الله أن رسول الله قد بيّن أن الحرف الواحد بعشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحرف بحسنة وحسنة بعشر أمثالها، يعني ألف لام ميم 30 حسنة. فعندما يتعلم ولدك بعض الآيات أو السور وهو يقرأها في المعهد كل هذا يصب في ميزان حسناتك أنت. With regards to the memorization of the Quran of your child, consider it to be on your scale of good deeds as well. The Prophet ﷺ informed us all that reciting one letter of the Quran, you get 10 rewards. So just reciting Alhidaya Hifz, we have 30 rewards. So when your child is memorizing the Quran and is reciting this surah, then realize that this reward is going to be poured into your scales on Yawm al-Qiyamah as well. فليس هناك أفضل في الدنيا من عمل يرفعك إلى الله ويقربك إلى الله تعالى من أن تكون مع القرآن بنفسك أو بولدك تعلمه، أو من ليس عنده هذا الباب
فليكن بماله وجهده. فلولا وجود المال لافتتاح المكان وتهيئة المكان لاستقبال هؤلاء الأولاد لم يكن لهؤلاء أن يقيموا هذا المعهد، بمعنى أن من استطاع أن يقدم ما يملك من مال لإقامة هذا المعهد فهو كمن يقدم أو يعلم ولده القرآن، لأن بماله أو هو بسبب ما يقدمه من مال هيوجد المعهد ويقام ويوجد الأولاد. فلذلك أقول إذا كان رسول صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم، خير الناس جميعا من يعلم القرآن، من تعلم القرآن ثم علمه، كذلك من كان سببا في إيجاد هذه الأماكن لتعليم الأولاد فيها، يعني كل من يساهم في هذا المكان بماله بجهده بكلمة فهو مأجور ومشارك في الأجر وهو من خير الناس كذلك. The Sheikh mentioned, my brothers and sisters, that there is nothing that will elevate your ranks and bring you closer to Allah subhanahu wa ta'ala than being with the Quran. Either by you learning the Quran yourself, or facilitating for your child to learn the Quran, or if a person doesn't have children, then for them to give, whether it be from their wealth or their time, or even to spread the word for the establishment of these spaces where the learning of the Quran and improving Quranic literacy will take place. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهُ سبحانه وتعالى قال في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها كما ذكر الحديث حديث الرسول، وفي آية أخرى كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة سبعمائة حسنة، يعني إن الله يضاعف الحسنة إلى عشر إلى سبعين إلى سبعمائة إلى ما لا يعلم عددها إلا الله، والله يضاعف لمن يشاء. فمعنى ذلك أنت إذا تاجرت مع الله فأنت مع ملك الملوك، وعطاء ملك الملوك إذا أعطى لا حدود له، فكونوا على هذا الطريق يبارك الله لكم، وإن شاء الله يعطيكم ما تتمنونه من جميع ما تطلبونه منه. فالله سبحانه وتعالى فضله واسع وعطاؤه واسع لا حدود له، فما أجمل ولا أربح من أن تتاجر مع الله، أربح يعني أعز تجارة وأحسن تجارة، كما قال القرآن إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. التجارة التي لا تبور ولا تخسر أبدا مع القرآن. The Shaykh finally mentioned and he emphasized how in the Quran Allah subhanahu wa ta'ala talks about how for one good deed is going to be multiplied by 10. So you get for one good deed 10, and then in other places Allah subhanahu wa ta'ala mentions that we multiplied 700 fold and even more. And the Shaykh emphasized and urged everyone to participate and contribute however you can, because you are entering into a transaction with Allah subhanahu wa ta'ala. You are investing in the next life, and when you are doing a transaction with the King of Kings, there is no limit to the amount of reward and recompense that you'll get. So the Shaykh mentioned that he urges you not to worry. You're engaging in this transaction with Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah jalla wa ala will recompense you. And the Shaykh basically just urged us all to try and do our part in the establishment of this patient.